أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الاحتفال البهيج في موسم المصطفى الخامس الذي يقيمه مأتم المرخ بذكرى ولادة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام على آله وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ونفتتح حفلنا ونطهر أنفسنا ونزكي أرواحنا باستماعنا لآيات من القرآن الكريم يلقيها على مسامعنا السيد عمار نعمة، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله لا
لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد
كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو بالله صدق الله العلي العظيم وأفلح من يصلي على محمد وآله الطاهرين